انا اسمي لميس ماهر ابو عرقوب من مدينه الخليل دوره. اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ويسلمك. في السجن 21 يوم. شو رايك في ال 21 يوم؟ كانت كايامنا العاديه؟ كل ليله احس ب 10 ليالي، وبال 21 حسيت 21 الف سنه. يعني انا كل تفكيري باهلي، وكل تفكيري باخوتي، بابوي، بابوي يعني شخصيا اللي ليله ما اجوا اخذوني، اخذوا ابوي معي، وانا ما كنتش مهتمه لنفسي عادي، لاني بنت قويه وجباره وبنت ناس وعارفه حالي شو انا، بس كل خوفي كان على ابوي. يعني انا سواء بالدار او برا الدار دائما اهتمامي في ابوي وامي لانه رضا الوالدين. الاحتلال بيحكي انه في مبالغه من يعني ما يقوله الاسرى او الاسيرات الذي بخرج. الاحتلال يكذب. الاحتلال يكذب. كيف؟ ليش بكذب؟ لانه اغلب الاسيرات يعني عرف انه شاف اللي انا شفته. ما شو شفتي؟ احكي لنا. قمع، كل شيء ممنوع. يعني تخيل لحد امبارحيات احنا كثمان اسيرات في غرفه واحده يجيبوا لنا ست حبات فلافل. وين وطحينيه؟ شو يا دوب؟ والاشي يعني كاسة الشاي ما فيش عليها سكر. حتى اشي يصح له واشي ما يصح له، نكون يعني نكون مساويات، نقسم كاسات الشاي على بعضنا. كان في شهداء خلال الفترة الماضية داخل السجون، هل وصلكوا؟ شو سبب هذه الشهداء؟ ممنوعين من الراديوهات والتلفزيونات وكل شيء ممنوع. إذا سمعوا عنا راديو بيجوا يطبنوا علينا الغرفة ويكسروا علينا ويرموا علينا غاز. أتحدث عن شهداء، يعني في شهداء استشهدوا داخل السجون بفعل التعذيب من الأسرى الفلسطينية. ما كنا نعرف، لأنه إحنا سجن الدمونة ممنوع لا نروح ولا نيجي، كانوا يطلعونا بس ربع ساعة للحمام ويدخلونا. معزولين عن العالم الخارجي. مع وكأني في زنزانة، عشت 3 أيام في الزنزانة. شو أحوال الأسيرات خلفك؟ بحزن، محزن صراحة يعني. ليش؟ كنا دائما ندعي إنه ربنا يفرجها علينا وخلص، إنه كنا دائما ندعي إنه يا رب يكون في صفقة، والحمد لله شكرا لحركة حماس يلي عملت الصفقة، رغم انه راح اكثر من 15,000 شهيد، ومش لازم اننا نطلع بصفقه بعد الحزن اللي في غزه. يعني الله يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم ويفك باقي الاسرى في سجون الاحتلال.